احسن الله اليكم يا شيخ صالح وردنا هذا السؤال يا شيخ ورد في صحيح البخاري حديث الرجل الذي حمل على البقره فكلمته والذئب الذي عدا على الغنم وكلم الراعي فما معنى هذا الحديث ولماذا تعجب الصحابه رضي الله عنهم هذا من ايات الله لان هذه حيوانات ما هي من عادتها تنطق ولكن الله قادر على كل شيء فينطقها إذا شاء سبحانه وتعالى نعم